السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. فين انا اليوم؟ في مدينه كاتخبون فين كنسكن. ان شاء الله غادي نمشي لواحد المحل، غادي نشري لعبه الهيبه، غادي نوريكم اسعار ديال اللعب هنا في جزيره موريشيوس. واخا اللي بغيت نقول لكم واحد القضيه، ان الاسعار ديال لعب الاطفال والملابس الاطفال جد غاليه هنا في جزيره موريشيوس. بالنسبه للمقيمين اللي غادي يجيو لجزيره موريشيوس، جيبوا معكم لعب كفايه، جيبوا معكم ملابس الاطفال كفايه. انا هذه عامين قبل عامين كنت مشيت للمغرب وشريت الملابس كثيره للهيبه، يعني شريت ليها حتى اللي كبر منها ثلاث سنوات. داكشي علاش ما كنشريش بزاف هنا في جزيره موريشيوس، قليل باش كنشري. حتى الستيل هنا ما ليس جميل، ستيل شويه. المهم كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديو السابق، كنبغيكم بزاف كما نتوما كتبغيوني. قريت التعليق عجبوني بزاف، متمنيات ديالكم بالنسبه لعيد ميلاد ديالي، شكرا بزاف. بالنسبه للقناه ان شاء الله غادي تنجح بكم، لان انا كنبغيكم واي حاجه من القلب راه كتوصل للقلب. المهم يلاه معايا غنمشيو لبزاف د المحلات وانتم تشوفوا الاسعار ديال اللعاب، غادي تشوفوا حتى لي ديكوراسيون ديال المحلات وخصوصا هنا في كاتخبون. يلاه معايا دابا غندخل للمول نوريكم المحلات اللي فيه. يلا هبه. الدنيا عامرة بزاف، هانتوما كتشوفوا اليوم السبت. هذه المكازا ديال لي ديكوراسيون، انا غادي نمشي لعند هذاك السيد اللي كنت شريت من عندو. هنا واحد المكازا هنا نيت في المول اورتشارد، انا جالسه كنساريكم في المول ديال اورتشارد. هانتوما عندو هاد لي تخيك بحال هكا اللي كيحطو فيهم ديكور، شحال تيعجبوني بحال هاد اللعيبات. هادو المسادات ديال البنيتات، هنا هادو ديال الضو كيديروهم الاولاد في الغرف ديالهم. شو عجبتني انا هاد زويونين تيعجبوني، هادي شعلو بالضو فو قاعدين مي فيديو مي فو كومبروني. Je regarde l'image, tout ça. Vous comprenez un peu? Un petit peu, quand même. C'est ancien style de téléphone.
انتيك انتيك سعدي زوينة البنيتات الغرف ديال النوم ديالو. هادو الماكياج مايك اب هادو ديال لي بيجو سا كوم نو لي زاراب اي اوسي اون مي لو كوران اون مي لو كوران اشغال ديال الحفر ديال المترو هذا المحل هو هنايا يبا سمايل بنات كل شيء زوين حرت يمكن ان ناخذ هادو 4 زوينين شو الثمن مناسب هادو عجبوني بزاف هانتوما البنات السيرفيس بتواصلو بكل شيء له Are you seeing a cat is black?
السوق اللي كنت وريت لكم المره اللي فاتت في الصندوق الوصف غنخلي لكم راه باقي مقفل، انتما كتشوفوا باقي مقفل ها مسدين، يعني غير المحلات التجاريه اللي مفتوحه. ودابا وصلت للدار وف تقديت شوف شحال عمرت الدنيا في السوبر مارشي، الدنيا عامره حيت اليوم السبت كاين يعني السبت الحد هنايا كيكون عطله ديال الويكاند. المهم غنمشي نطيب الكغاتا وخليكم معايا. بقيت ماما اي شكرا نو شكرا شكرا can you open my bubbles no you speak شكرا ماما هبة شكرا شكرا ماما السلام هذه الطياره هذا مارك بحال هكا اوه هذه راه حيت الميكا ديالها تقليو شي حاجه ديرها صحيحه هذا مارك ديالها صحيحه قاصحه باش متبقاش تميل في الكاز وهذه باش كنديرو فيها الشاباتي يعني الخبز الهندي باش يبقى سخون كناخدو هذه كبيرة أنا عندي اللي عندي صغيرة كنبقاو ندخلو بحال هكا وكيسدو عليه باش كيبقى سخون وهادو الكريسلات اللي خلصو من داك البلاصة اللي شتو كلشي من داك البلاصة المهم هادو هما المشتريات ديالي اللي بختي قولي واش عجبوكم ولا لا غراتان بالدجاج والباذنجان يعني من الكراتان اللي كتجي جديده بزاف المهم نخليكم مع المقادير احتاجوا صدر ديال الدجاج يعني على حسب ديالكم نتوما المهم انا عندي مول فيه 6 ديال الاشخاص ممكن ياكلوا فيه يعني 6 ديال الطروفه المهم صدر الدجاج يعني كما بغيتو بغيتو رابعه بغيتو نص كيلو اللي بغيتو عندي هنايا جوج بطاطات كبارين خاصهم ضروري تقطعوا رقيق بحال هكا لان غنقليوهم في الزيت الباذنجان حتى هو عندي هنايا يعني ثلاثه ديال الباذنجان ثم غنقليوهم في الزيت وعندي هنايا جوج فصوص ديال الثوم معلقه صغيره ديال الملح نص ملعقه الفلفل الاسود للدار معلقه صغيره كمون ومعلقه صغيره بابريكا او الفلفل الاحمر والملح حسب الذوق انا كندير معلقه صغيره غير ممتلئه ربعه ديال البصلات جوج ديال الطماطم عندي هنا البيشاميل البيشاميل هنايا فايت حضرته معاكم
في فيديو سابق في واحد الكراتان، يعني رجعوا لي غادي تشوفوا كيفاش حضرت معكم بشاميل. دابا غنقليو البطاطا، غنقليو الدنجال. المهم هاد الكراتان كتجي لذيذه حيت كنقليو هاد الجوج، الا دخلتوهم نيشان الفران ما غاديش تجي لذيذه بزاف كما غادي تقليو. المهم كنديروا 3 معالق ديال الزيت ديالنا، كنبلوحوا البصله ديالنا، وهذه اهم مرحله، يعني هاد البصله خصها تنزل ما تكونش قاصحه، يعني تنزل. هانتوما كما كتشوفوا معايا البصله خصها تنزل ضروري، يعني تنزل شويه. تنديروا الدجاج ديالنا، الثومه ديالنا، والمطيشه ديالنا. هنا تنخلط الكل، عاد ندير العطريه ديالي حتى المطيشه تنزل. يعني هذه هي القاعده، خاصها تجي بحال اللي معسله. الا جاتكم هذه يعني تخدمت مزيان، تعسلت مزيان، غادي تجيكم الكراتان بنين. نخليه شويه حتى تنزل وعاد نرجع لكم. هانتوما ملي كتنزل شويه مطيشه، عاد كنديروا العطريه ديالنا. ما خصهاش تخطف هادشي، الا درنا عطريه مباشره تخطف في الطياره. المهم حاولوا البنات ما ديروش الملح بزاف هاد الحشوه، لان البطاطا فيها الملح من جينا نقليوها، الدنجال من جينا نقليو درنا له الملحه، البيشاميل تاوه فيه الملحه، يعني حاولوا تذوقوا هادي. ماعرفتش كندير الذوق، يعني ما داير قياس اللي تنعرف، يعني حاولوا تذوقوا هذه الحشوه ما تكونش مالحه، لان يركب كلشي في الكراتان. سمحوا لي كتحب لي الكاميرا كانت كتصور، ساعه ما كتصورش طفات. المهم درت الطبقه الاولى البطاطا، شفتوا الطبقه الثانيه الدنجال، من بعد درت البيشاميل، من بعد درت الدجاج. يعني كنتمنى يكون واضح. انا راه هانتوما الطبقه الاولى البطاطا، الطبقه الثانيه الدنجال، الطبقه الثالثه البيشاميل، من بعد الطبقه الرابعه هي هاد الدجاج، غنوسعوه كامل بحال هكا. من بعد غادي ندير الطبقه ديال البطاطا، غنعاود نفس العمليه معكم. الصينية ديالنا قديناها بشاميل، نحاول نمسحو هاد الأطراف، الجيم قاطع، ندخلوها للفرن على درجة الحرارة 200، تا هاد البشاميل يبان لينا صافي دخلو اللون البني من التحت، من التحت اصلا طايبه، يعني نخليوها غير شويه لتحت، الفوق اللي نركزوا عليه. ها انتما كنعطي 6 طروفا كبارين، بغيتو تزيدوا تكثروا من البطاطا، تكثروا من الباذنجان، غادي تجيكم كاع طالعه اكثر من هكا. ها انتما شوفوا معايا، كيجي كيشهي. واصلا ما تخافوش من الدنجال ولا البطاطا مقليه، لان مع الفران كينشفهم، كيزيد ينشفهم.
المهم الا كيعجبكم لي غراتان قولوها لي في التعاليق، ان شاء الله غادي نحط لكم بزاف ديال لي غراتان، انا من المعجبين ديال لي غراتان. ولا فيديو قادم استودعكم بالله، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاعجاب والاشتراك بالنسبه للناس اللي كتشوفني اول مره. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاعجاب والاشتراك بالنسبه للناس اللي كتشوفني اول مره. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.